مشاهدينا من جديد وفي برنامج سوالف رمضان والسوالف معانا غير واكيد شيف بركاتي قاعد يبدع في طبخاته. فين وصلت؟ وصلت لمرحله جميله. ايه الوصفه عندي طبعا صارت جاهزه، الشوربه تقريبا صارت جاهزه بمعنى ان هي بتطبخ لوقت ويبغى لها تقريبا دقائق، بنتكلم عن 5 لـ 7 دقائق على اساس يكون عندنا اليقطين والجزر وكل شيء مطبوخ، وطلعت النكهات الجميله والمتسبكه والسره تكون كمان طلعت اللي هو الزيوت العطريه من البهارات الموجوده. طبعا في الاخير راح نطحنها، راح نضيف عليها جرس الطيب بشكل اكبر، الملح والفلفل. كنت راح اقول راح نذوق، ولكن بالنسبه لليوم راح نستمتع في التخمين او مهاره التخمين، ونحط الوزنيات الصحيحه ونضيف الكريمه في الاخير. ولكن بالنسبه لوصفتنا الثانيه كمان صارت عندي جاهزه، الا وهي كباب الميرو اللي بيكون كباب له مشوي ولا في الفرن، بيكون مقلي في الزيت، ولكن كميه القلي او الزيت بتكون شالو فراي، بمعنى قلي سطحي فما راح ياخذ كميه كبيره من الزيوت. طيب ناخذ فكره عن مكوناتنا الان، ايش رايكم؟ يلا. ولا ممكن نخليها شويه؟ لا اكيد احنا حابين نشوف المكونات. يلا. شيف معاك عشان نعطيك وقت بعد يعني للتطبيق وللاستمتاع كمان. اكيد. طيب بالنسبه لمكوناتنا الجميله، اول شيء راح نبدا باللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه لازم تكون لحمه جماليه او حاشي، ولكن نقدر نستبدلها بلحمه تكون غنميه او بقريه. اهم شيء انكم ايش تكون نسبه الدهن فيها 80-20، بمعنى ثاني يكون في نسبه الدهن 20% و80% تكون اللحمه بحد ذاتها. عندنا البصل، عندنا البابريكا، عندنا الهيل والفلفل الاسود والثوم، ليمون او عصير الليمون، وعندنا الطحينه على اساس الكباب يطلع لذيذ، وعندنا كمان البقدونس، عندنا البر، وعندنا الرز والمويه. فاتوقع مكوناتنا صارت كلها موجوده وجاهزه، وعندنا كمان الوصفه موجوده على الشاشه بحيث نعرف تفاصيل هذه الوصفه الجميله ونقدر نستمتع بتحضيرها كمان. طبعا الطبق هذا او الوصفه هذه ما راح تكون وصفه معقده، راح تكون وصفه يستمتع بها الكبار والصغار، وفي نفس الوقت نقدر احنا كافراد اسره او اصحاب او اذا خبراتنا المطبخيه كمان بسيطه نطبق هذه الوصفه الجميله ونستمتع بها كمان. على العموم كل اللي راح نسويه راح نحتاج اول شيء طبعا وعاء او زبديه زي ما يقولوا، على اساس نبدا نحط فيها المكونات، وراح نحط عندنا اللحمه، راح نحط نسبه من الدهن، البهار، وكمان الدقيق، على اساس يكون عندنا النكهه والطعم اللي احنا نبغاه. طبعا بالنسبه للحمتنا اليوم بنستخدم كميه جميله ونسبه الدهن كمان فيها جميله، راح نخليها شويه على جنب، وراح نبدا بتقطيع البصل اول شيء على اساس ننكه لحمتنا، وبعد كده نبدا نضيف باقي الشغلات وزود الفلفل الاسود حتدعوا لي، وعندي خلطه من البهار اللي هو الكمون والكزبره كمان راح نضيفه على اساس النكهه تكون عندنا جميله جدا. فبامانه انا متحمس لهذا الطبق. كلنا متحمسين واحنا متابعين معاك اكيد، يعني حتى خلال الحلقه كده كل شويه بنشيك عليك، فنسيبك تبدا هذا الطبق.